الساعات الاجتماعية وزعت تقرير. شكرا. إذا نمر الآن إلى عملية التصويت على مشروع القانون. المادة الأولى ورد بشأنها تعديلين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. تفضلوا السيد نائب المحترم. شكرا السيد رئيس. بالنسبة للتعديلين هما كيتعلقوا بكون الإحالة على مصون بما يتعلق بالسلطة الحكومية، لا يندرج في إطار القانون، لأن السلطة الحكومية خصنا نعينها في إطار القانون. ولنا في هذا بالنسبة لقرار المحكمة الدستورية 203 الصادر في 29 دجنبر 2022 المتعلق بحوادث الشغل، أشار إلى كون 26 مادة التي أحيلت من طرف السيد رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية بأنها تندرج في إطار القانون. وبالعودة لهذه المواد كنلقاو أن هذه المواد كلها تحيل إما على السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو على المسار المديرية الجهوية والإقليمية للتشغيل، أو على السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والمالية. أطأت المحكمة الدستورية على أساس أن الأمر يتعلق في بالقانون، على أساس أن هذه المسألة تخص الدستور لما منح الاختصاص للبرلمان بالتشريع في هذا المجال، ما حصلش النطاق ديال التشريع فيما يخص هذه المسألة. وبالتالي فأيضا نفس الشيء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي، فهو حق من الحقوق التي نص عليها الدستور في الفصل 31. وأيضا الفصل 71 أشار إلى أنه تندرج في إطار القانون، لذلك أتينا بهذا التعديل على أساس أنه عوض السلطة الحكومية التي ستحدد بمصوم، أصلا ما عندناش وزير مكلف بالشغل في القانون الأصلي، ما عندناش وزير مكلف بالشغل، كان لدينا الأنذاك الوزير المنتدب المكلف بالشغل والشؤون الاجتماعية، أما الوزير المكلف بالشغل بشكل مباشر هذا الاصطلاح ما كانش، كاين وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية هي اللي كاينة، هو المصطلح اللي كاين في الظاهر، وبالتالي فطئنا أنه نجيب بهذا التعديل السيد الوزير على أساس أن عوض أن نترك المسألة إلى مصوم. قلنا أن يتم ذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية وإلى وزير المالية بالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ثم بالشق الثاني لأنه يتحدث على وزارة الشغل وعلى وزارة المالية، قلنا أن هذه العبارة ديال الإدارة المختصة أن تحل محل وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وكذا وزارة المالية. وشكرا. شكرا. الكلمة لكم سيد الوزير. غير مقبولان للاعتبارات التالية: أولا لعدم وجود انسجام بين التعديل رقم 1 والتعديل رقم 2، حيث تتمثل مظاهر عدم الانسجام في أنه تم اقتراح التنصيص على تعيين وتحديد السلطتين الحكوميتين ولا سيما السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية، في المقابل تم الإبقاء على عبارة الإدارة المختصة في التعديل رقم 2 والتي ستحل محل عبارة بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، مما لا يستقيم مع الإشارة تارة إلى عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية وتارة أخرى إلى عبارة الإدارة المختصة، والحال أن عبارة الإدارة المختصة سيحدد المقصود بها في النص التطبيقي. ثانيا أنه سبق بموجب القانون رقم 0506 الصادر ب 24 غشت 2010 بتغيير وتتميم الفصل 32 من الظاهر الشريف رقم 157-187 حذف تسمية بعض السلطات الحكومية وتعويضها بعبارة الإدارة مع التنصيص على تسمية السلطات الحكومية المذكورة في المرسوم التطبيقي رقم 209-194 بتطبيق أحكام الفصل 32 من الظاهر الشريف سالف ديك. ثالثا لكون التنصيص على تسمية السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية من شأنه جعل النص القانوني عرضة للتعديل كلما وقع تغيير في تسمية القطاع الوزاري المذكور. ورابعا أنه سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم 422-2000 بتاريخ 13 ديسمبر 2000 التصريح بأن تحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظاهر الشريف رقم 157-187 تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية مع مراعاة الاختصاص القطاعي. شكرا. الكلمة لأحد المعارضين للتعديلين. معارض، تفضلوا سيدنا.
انا بغيت نشد في هذا السعيد لان دائما نشد فينا بغيت نشد فيه شويه. القرار 22204 ديال 29/12/2022 لا يتعلق بهذا اطلاقا، يتعلق انا اللي عندي هاي، انا كنشوف غير اللي عندي هنا. لا الوثيقه الرسميه اللي عندنا، لا ماشي ديال الدريوش، 204 ديال الحبيب المالكي حين قدم استقالته ومن مشى للمجلس الاعلى للتربيه والتكوين. ايوا المرجو تصحيحها في الوثائق. شكرا. الكلمه لاحد المؤيدين. متابعين الدريوش والقانون هذا ديال حوادث الشغل ومن بعد ديال، اما الامانه في الكلمه ديالي قلت 203 لانه لقى عندي اطلاع عليه وهو الان قدامي. السي عبد الله، قلت نحن نتحدث عن قائن حديث للمحكمه الدستوريه في 29 دجنبر 2022. هذا قاء حديث قال ان الاشاره الى السلطه الحكوميه يندرج في اطار القانون، وبالتالي ف احنا السيد الوزير لانه حتى ملي تنرجعوا لهذا النص ككل كنلقاو فيه اشكالات، ان حتى ملي قلنا مثلا في الماده الثانيه جبنا الامن الوطني والقوات المساعده، خلينا الفقره الثانيه كما جاءت، يعني انه الاستشاره تكون غير مع اداره الدفاع الوطني، كاين اشكالات حتى في طريقه صياغه هذا النص القانوني، وبالتالي فاليوم علاش غادي نقولوا السلطه الحكوميه المكلفه بالحمايه الاجتماعيه؟ الا مشات السلطه الحكوميه المكلفه الاجتماعيه بالحمايه الاجتماعيه غدا الى طاءت الحكومه انها تنقلها لقطاع اخر غادي تكون هي صاحبه الاختصاص. في الامس علاش كنا كنقولوا السلطه الحكوميه المكلفه بالتشغيل؟ لانها كانت معها الشؤون الاجتماعيه، لو كان كانت الشؤون الاجتماعيه في قطاع اخر لو كان كانت تسمى بالسلطه الحكوميه المكلفه بالشؤون الاجتماعيه، لكن المشيع كان كيمشي يختصر ويمشي للتشغيل مباشره على اساس انها كانت دائما الشؤون الاجتماعيه لاصقه بالتشغيل. على هذا الاساس اليوم كاين ورش ديال الحمايه الاجتماعيه وكاين قطاع حكومي مكلف به، صعب جدا اننا نتحدثوا على واحد المجموعه ديال المواد اللي غادي نلقاو فيها في النسق التشريعي الماده غادي تكون مكتوبه هكا، السلطه الحكوميه التي ستحدد بمصوم والسلطه الحكوميه المكلفه بالماليه، قاء مشترك للسلطه الحكوميه التي ستحدد بمصوم والسلطه الحكوميه المكلفه بالماليه. عندنا فيهم بالنسبه ل كاين اربعه ديال الفصول اللي غادي نطيحوا في هذا الاشكال هذا، ايضا تعلق بالاذن بالقاء بالايداع، هذه مسائل اللي اعتقد انه الصياغه غير سليمه ولكم واسع النظر. اذا اعرض التعديلين معا للتصويت، الموافقون على التعديلين. المعارضون 126. الممتنعون لا أحد. إذن أعرض المادة نعم تفضلوا. أنتم التصويت السيد رئيس، وكما تعلمون أنه على مستوى النص الدستوري في الفصلين 79 و77 يعطي الحق للحكومة أنها ترفض في حالات محددة، في حالة محددة حينما يتعلق الأمر بتوازن مالي وحينما يتعلق الأمر بمقترح لا يندرج في إطار القانون. وعلى هذا الأساس السيد رئيس أذكركم بالفصل 79، وما دام مقترحنا هذا يندرج في إطار القانون وأن الحكومة رفضته للسبب الذي جاءت به، فاعتبارا لما ينص عليه تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 79 والمتعلق بأن كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل 8 أيام بطلب من أحد رئيسي مجلسين أو من طرف رئيس الحكومة، ألتمس منكم في رئاسة مجلس النواب إحالة هذا أفضل المتعلق للحكومة بخصوص هذا القانون على المحكمة الدستورية، وشكرا. لا غير نعم نقطة نظام ولا شنو؟ تفضل. النقاش الدستوري مهم، إذا دفعت الحكومة بالفصل 79
وقالت هذا شق تنظيمي كيوقع الجدال وكنمشي للمحكمة الدستورية. ما الحكومة دفعاتش به، ما دفعاتش به نهائيا، ما دفعت لا ب 77 ولا ب 79 ولا ب 78، هذو كلهم عندهم إما شق تنظيمي ولا شق مالي. إذا دفعت به الحكومة احنا مع هذا المقترح نمشيو للمحكمة الدستورية. أما أن الحكومة لم تدفع به وتم بدأ التصويت ومع ذلك رجعنا ما كاين حتى مشكل، لكن هذا النقاش الدستوري مهم. إذا الحكومة دفعت ب 79 نطبقوا الفقرة الثانية، إذا ما دفعتش به الحكومة ما علاش غنمشيو له؟ ما عندناش الحق. صحيح. شكرا. صحيح. إذن يلا تفضلوا تفضلوا سيدي. قد نتفق ولكن المصطلحات تختلف من القراءة ديالها من مادة الفصل الفصل. فالأمر يتعلق بمقترح قانون، الحكومة ما عندهاش حق أنه تفضو ما دام أنه يندرج في القانون. على هذا الأساس حنا التمسنا هذه المسألة وخليونا تكون عندنا سابقة بالمحكمة الدستورية تقولنا هذا الشرح اللي جيتو الصيداي. حنا اليوم تنقلبوا أننا نأسسوا لقاعدة دستورية في هذا المجال، لأنه الحكومة مشات في سياق رفض كل المقترحات القوانين برغم أنها تندرج في القانون. خليونا نشوفوا رأي ديال المحكمة الدستورية، القاضي الدستوري شنو غادي يقول في هذا الشق هذا. هذا هو اللي بغينا نأسسوا ليه، ماشي بالضبط انه نجيو ندفعوا بالمصطلحات. الفصل الفقره الاولى تقول بان تدفع بكون المقترح لا يندرج في اطار القانون، ولكن رفضت. مجموعه من المقترحات اليوم تترفض. خلينا نأسسوا الراي الدستوري في هذا المجال وشكرا، وهذا هو هدفنا. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الفصل 78 كان فتحنا غير المجال لانه هذا نقاش قانوني بالفعل قانوني. يعني فتحنا هو مقترحات قوانين ومشاريع قوانين ماده كتعطي رئيس الحكومه ولكل النواب. الفصل 79 الا كان خلاف، لان الا قالت لك الحكومه جبنا مقترح قانون مثلا او لا تعديل وكيدخل في الشق التنظيمي كتمشي على عطيك مراسيم، الا دخل في الشق التنظيمي ديال الحكومه ديك الساعات كنمشيو للمحكمه الدستوريه باش تقول الكلمه ديالها، واش هذا كيدخل في اختصاص التنظيميه ديال الحكومه او لا في التشريع. في هذه الحاله الحكومه لم تدفع بهذه الدفعات، ولهذا لا نرى بان هذا الاخر يمشي للمحكمه الدستوريه. شكرا. تفضلوا تفضلوا سيد الرئيس. لا انا الفكره نبيله ديال السي سعيد وكيخصنا كبرلمان هذا الشيء. اذا بغى السيد الوزير ان يرجع ويدفع ب 79 يمكن نمشيو، اما ان نذهب راسا فاذا كاع التعديلات اللي كنقدموا كلها سنخضعوا لهذا المجال. خاصه الفصل 79 واضح كيقول، ما كيعطيناش حنا الحق في الاول، كيقول للحكومه ان تدفع بعدم قبول كل مقترح او تعديل لا يدخل في مجال القانون. هذا دي الفقره الاولى. الفقره الثانيه هو حنا غنختلفوا معاه، غنقولوا هذا الشيء اللي كتقولي ماشي هو هذا. كيقول الفقرة الثانية: كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل 8 أيام بطلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة. فإذا حنايا فيها فقرتين، الفقرة الأولى خص الحكومة تدفع، خصها تقول أنا ما هذا الشيء اللي كتقولوا ما دخلش مجال القانون، غير تقولها حنا معاه. ولكن الحكومة ما قالتش، الحكومة جات بالراس قالت لك أنا ها علاش درت هذا التعديل. ثم أنا أرجو يعني هذا رجائي الفريق الاشتراكي نديره في موضوع آخر من غير هذا الموضوع اللي كيتعلق بواحد المجال اللي كنحترموه كاملين وعنده خصوصية، فهذا هو الرجاء ديالي. شكرا. شكرا. إذا ننتقل إلى لا صوتنا نعم. إذا ننتقل، إذا أعرض المادة الأولى للتصويت، المادة الأولى والثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ إذن أعرض المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ إذن 26. المعارضون 13. الممتنعون؟ لا أحد. أعرض المادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. الموافقون؟ إجماع. إذن إجماع. المعارضون؟ لا أحد. الممتنعون؟ لا أحد. إذن أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون؟ إجماع.
إذن 126 المعارضون لا أحد، الممتنعون 13. إذن صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 3922 بتغيير وتتميم الظهير الشريف 157-187 بصن نظام أساسي للتعاون والتبادل. شكرا لل